من الأجدر أنه تتلقى رعاية صحية ونفسية خاصة اليوم، معناتها يحط فيها مشروع متاع ضحية بامتياز، ومعناتها اليوم يعرض فيها إلى أبشع أنواع المخاطر. أستاذة منى غياز، أستاذ شهير الخليفي، كنا نحكي في الكواليس، قلنا المظاهر هذه بختو موجودة، لكن اليوم أنا طرحت سؤال بكري، قلت أي بقى، معناتها احنا نعمل شعار لمندوب حماية الطفولة، لكن مندوبية حماية الطفولة يظهر لي ما تمشيش في الإجراءات الردعية، تمشي إلى محاولة أنه تعاود تنتجري الطفل هذاك في العائلة متاعه، وتاخذ تعهد من عائلة. هل أنه تتعرض العائلة من هذا ولا لا؟ هذا هو سؤال يطرح اليوم. هو مندوب الحماية، مندوب حماية الطفولة ملزوم بالنص، مش مدوى فيه، ملزوم بالنص باش يقوم بإجراءات قبل ما يمشي القاضي الأسرة، تروى بعد اللي مش يتوجه القاضي الأسرة وقت اللي يشوف المسألة هذه يلزمها تاخذ طابع مدني ولا جزائي. مندوب حماية الطفولة بالنص يقول لك أنت يلزمك تعمل مراحل معينة، مثلا أنت تنبه على الأسرة، خاطر احنا في تونس نشوفوا احنا البارة في ساعة يفك الطفل مصالح حماية الطفولة، تسمعك ضربت ولدك في فرنسا في أمريكا في كذا احنا معناها عندنا اشكال في ذلك اللي احنا نفك الطفل طول، يقولك انت تحاول والطفل في وسط العائلة متاعه تصلح الوضع، اما انك تنبه على الوالدين وتعمل مراقبة، ويمكن تعمل مراقبة هي اللي نقصتنا اليوم بصفة كبيرة ياسر في تونس، انك تتبع ويقول لك شوف شنو اسباب المشكل. اذا السيد ذاك خرج ولده ولا بنته يطلب ولا حالة من حالات الاتجاه، بكشي وضعيته العائلية خايبة برجع، حاول ما يدرش ما يسمح، انا معك شهيد، لا يقولك استنى شهيد يقولك امشي نحو انك تشوف الشخص هذا شنو وضعيته وتحاول تصلح به، لكن بالطبيعة في نهاية الأمر يسمح القانون مندوب طفولة اللي هو ينحي الطفل من العائلة. أنا المشكلة اللي عندي اليوم هو في المتابعة والمراقبة، إذا أنت ما تنجمش تعمل متابعة علاش تمشي في المرحلة هذي، علاش تضيع بارشة وقت في المرحلة هذي، خطر أنت مش تخلي إمكانية أن الطفل هذي يكون متسول في الشوارع، وإلا اللي هو يكون مشروع مجرم، وإلا اللي هو يكون مشروع إلى أني يصبح ضحية على اعتداء بالجسد ولا اعتداء نفسي كبير برشا، خاصة إذا كانت المسألة متكررة وإلا فيها شبكة منظمة، سيد مش مرة ولا اثنين خرج بولده معروف تحت الحيط هذاك في وقت كذا، تو تلقاه هو وبنته المعاقة ولا تو تلقاه ولده المعاق، مانيش تلزيت مرة، فماش لازيت مرة، انتهى الأمر بالمفروض إلى أني أنا يتم الإشعار والنيابة العمومية راي في الحالات هذه، حتى مغير مندوب حماية الطفولة لا يتنجم تتعهد إليا. نتفاهم معك، نتفاهم معك أستاذة، لو ما فما حتى حاجة تسمح ولا حاجة تبرر أنه ما احناش نبرر، لا مش، لا لا أنا مانيش ما قلتكش بررت، معناها ما فما حتى حاجة تسمح أنه الطفل يكون مكانه الطبيعي اللي هو المدرسة، واللي هو الدفء الأسري، خاصة احنا عاملين مجالية التعليم، أما باش يكون الطفل متسول أنا مثلا كمعناها كحقوقي ولا كمحامي ولا كمواطن تونسي ولا وصف كما حاب، هذا لو كلنا نسميه الدولة من رأسها إلى معناها أسفلها كلها راي مجرمة في حق الأطفال. أنا ما تكفينيش معناها نصوص تشريعية مندوب حماية الطفولة، أنا بالعكس نمشي معك أكثر منك، مندوب حماية الطفولة مجبور بالنص باش يدخل ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة، علاش؟ على خاطر هو المعيار الأوحد، حتى المشرع التونسي كعطاه قالوا يا سيدي المندوب راهو أنت العمل نتاعك باش يكون على المصلحة الفضلى للطفل، حتى يعني انت وين المصلحه الدوليه تمشي المصلحه الطفل، المصلحه الفضله للطفل، يعني انت يا سيدي مندوب حمايه الطفوله، وانا نحييهم بين قوسين ليس بتبع. مجامله على خاطر من طبعي ما نجاملش، انا كي نشوف مندوب حمايه الطفوله يخدم ما كان نشوف انت، خلينا قوس صغير زاد نحلوه، وذاك كي نشوف معناها الاليات الموفره لمندوب حمايه الطفوله لا ما تلقى حتى شيء، انت كي تمشي المكتب مندوب حمايه الطفوله ما تلقاش عنده من الاليات ولا ما سخرت له الدوله باش يقوم بالوظيفه هذه، وشنو هي وظيفه راهي نحكيوا على حمايه الطفل، نحكيوا على مستقبل تونس، معناها وينهم هك القروضات اللي قاعدين ياخذوا فيهم، وينهم هك الاعتمادات، وين الميزانيه، وين الفلوس اللي معناها القروض وصندوق النقد الدولي ونشوفوا مليارات والهيبات الكل، هل ترى معناها هذا من الكل ما فماش حتى ما السيد الوالي، ما فماش السيد معناها شكون معناها مندوب معناها السيد الوزير، معناها شوف لنا مجموعه من الاليات لحمايه الطفل باش نحمي ولدي ولدك. انا برا نتحدث مع مندوبه، مع المندوبه الجهويه للاسر، المراه والاسره والطفوله وكبار السن، تقول لي كي تجينا مرأة معناتها في حالة تعرضت إلى عنف ربما مع الصغار متاعها، ما عندناش مركز متاع هذا، شنو حبيت نعقب على شاهين كلمة برك نكمل بها، كلمة برك نكمل بها، علاش أنا نقول راهو المسؤولين، ومعناها المسؤولين ديما أنا نمشي للمسؤولين، على خاطر أنا ماذا بيا كل مسؤول فعال في البلاد هذه،
انا كل مسؤول حتى على مستوى الجهه هذه ماذا بيا يكون فعال، مش مجرد مسؤول. انا ماذا بيا مثلا ما الطفل هذا اللي يرتكب في حقه جريمه، ما هو الملف مش يمشي تحقيق، ماذا بيا من القضاء التونسي يضرب بيد من حديد. اذا انا ممكن مانيش مش نكون معنا اكستريميست ولا حاجه، اذا القانون اعطى 15 سنه كعقوبه اعطيني 15 سنه لكل من تاجر بطفل. انا مش نعقب كلمه صغيره على شاهين، في الحاله اللي فيها حالات الاستضعاف كيما الطفل ما يكفيش اللي انا نعطي 15 سنه عقوبه. انقلك علاش مش هذا مش الطفل مش هذا الموضوع. انا كي نعطي 15 سنه للاب باش شنو استفاد الطفل وين باش يكون؟ مش هذا الحل؟ ما يكفيش تحب تعمل عام ولا 10 سنين ولا 15 سنه؟ انا الحل عندي اللي انا ما نلقاش طفل في الشارع عن بعد. الحل ماهوش في مجرد عقوبة الأب ولا الأم ولا الشخص اللي تاجر، ما هوش حل، حل ناقص برشا لا يفيد. أنا بالنسبة لي المتابعة اللي مش تصير للطفل هذاك، باهي دخلت الأم ولا أبوه ولا عمه ولا السيد اللي تاجر به للحبس، إي وهو شنو هي المتابعة اللي عطيتها له؟ هو مازال في الشارع. فوالا شو الحل سمح لي؟ الحل هو اللي كنا نحكيو عليه في مؤسسات الدولة، في المؤسسات اللي باش ترعى الطفولة، هذاك هو وين غادي. اليوم بعد شوية نعطيك نقطة الاختلاف، اليوم فما متابعة، فما عناية، فما اليوم رعاية للأطفال هذوما اللي تم الإشعار معناتها على الحالات والمأساوية اللي هم يعيشوا فيها وإلا لا. تحضر معنا في المباشر السيدة ميسون الأحمد العفايسة المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. سيدة ميسون صباح النور ومرحبا بك. صباح النور ومرحبا بكم ومرحبا بالمتابعين. شكرا لك على قبول دعوتنا، على خاطر انت معناتها قبلت باش تكون انت حاضره معنا في المباشر. بورتون الموضوع يهم مندوب حمايه الطفوله اللي احنا خذينا منه منامس معناتها تعاود، اليوم ما حبش يكون معنا في المباشر، ان شاء الله انا نتمنى المناخير. لكن سؤالي ليك اليوم، منك انت عندك اشراف على مندوب حمايه الطفوله، اليوم فما رعايه؟ لانه احنا السؤال اللي سالناه هوني في البلاتو قلنا صحيح اليوم عندنا القوانين معناتها بأنواعها وأشكالها ومصدقين على كل المعاهدات وغيره، لكن اليوم الطفل هذايا اللي تجربيه اللي تعال يكون ضحية معناتها اليوم فما متابعة، فما مراقبة، فما اليوم آليات باش نحميه والأطفال هذوما بعد الإشعار وإلا لا؟ يعطيك الصحة وشكرا على إتاحة الفرصة لتوضيح تدخلات وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في ما يخص حماية الأطفال وخاصة الأطفال اللي تعرضوا لوضعيات نتاع تهديد خاصة بتسول أو التغليل الاقتصادي أو تجارة البشر بالكل. الحقيقة احنا العمل نتاعنا عمل معناتها مشترك ما بين هيكلنا وخاصة هيكل مندوب حماية الطفولة مع الهيكل المساندة والمساعدة كتقديم الشغل كفرقة الأمن، فرقة وحدة إله إلا الله محمد رسول الله، الوحدة المختصة للعنف ضد المرأة والطفل. فوالا دونك العمل هذا هو مشترك ما بيناتنا. وقت يقع الإشعار على وضعية مندوب حماية الطفولة معناتها يكونوا متدخلين بصفة آلية حالة بحالة حسب الوضعية، في هل الطفل في حالة مدرس أو هل الطفل منقطع، يقع التدخل يرجع إلى مقاعد الدراسة، يقع التدخل إذا هو معناتها فاق. سؤال مباشر سيدة ميسون، اليوم عندنا الآليات باش نراقبوا آليا ومعناتها بطريقة مستمرة الأطفال هذوما ونحميوهم، وإلا اليوم الإمكانيات ماهيش متوفرة عندنا في المندوبيات لذلك؟ التمهيد هذايا وراها اكثر من سؤال دار لي دي بوان دانتروغاسيون. الحقيقه المجهودين الكل في التعهد وفي المتابعه اكثر منه في المراقبه، معناتها تدخلنا في المراقبه هو تدخل مساند للهيكل الاخرى. فوالا هذا هو معناتها السؤال احنا سالناه في استوديو اليوم معناتها سيده ميسون. مثلا قالت سيده معناتها منى غيازه قالت اليوم مش الفايده انه نعاقبه بالسجن الانسان اللي معناتها تاجر بالطفل هذايا، لكن الطفل هذايا من بعد باش نلقاه في الشارع
معناتها نفس المصير نتاعو مازال متواصل. علاش؟ على خاطر اليوم الدوله ما عطاتوش اليات ووسائل الحمايه اللازمه. استاذ شاهين ما مشاش في هذا الاتجاه، قال الردع واجب واللي لازمنا معناتها نعاقبه، اي او ميم طون لازمنا زاده نحميو الاطفال هذوما ونوفروا لهم الحمايه اللازمه. مش متفاهمين انا وشهين في النقطه هذه، مش مختلفين، مش مختلفين استاذ منى، لكن حاب نسال سؤال برك، معناها سؤال بسيط، معناها بسيط مبيد على هذا النصوص التشريعيه والاليات والوسائل. هل ترى الطفل التونسي، الطفل الصغير معناها الطفل، معناها في لباس ولا اي؟ هذا هو الهدف اللي يقال، خلينا نكون واضحين، هل ترى هذا الطفل لباس ولا؟ اذا انا، اذا انا كدولة تونسية، وإذا أنا مثلا كقضاء تونسي، أنا اعتقادي، اعتقادي معناها لي، معناها كي نسلط معناها العقاب الشديد على من، على المعتدين، متفاهمين، يكون عبره لمن يعتبر، واحد اثنين فما نظام الحرية المحروسة، معناها القاضي في قاضي الأسرة والقاضي الأطفال معناها ياخذ تدابير من بينها تدابير خاصة بالطفل اللي هي الحرية المحروسة، اللي الطفل هيك يقعد معناها تحت الرقابة محل متابعة. احنا هنا عملنا انجاز وعملنا مشروع اكبر من مشروع مثلا تبرور ولا مشروع ميتروس فيقس. شنو هو المشروع اللي هو حماية الطفل هيك؟ ما انا ما مش مشاريع ما تفهمني التصويرة مدام بيسون، لحظة يظهر التصويرة ما وصلتش بالقداء. طيب نمشي مع شهين به قانون التجار بالبشر يعطيك 15 سنة وقت اللي يكون الطفل في حالة، في حالة استضعاف. بهاو عندي 15 سنة، هو عندي عقوبة 15 سنة، ماهيش رضعية 15 سنة؟ هي رضعية، لكن تنحات للتجار بالأطفال ها مازالوا يدوروا في الشوارع. اللي حبيت نقوله القانون وحده لا يكفي، ما يكفيش، يلزم يكون رضعي، هذا ما فيهاش نقاش. لكن الطفل كي أنت دخلت شخص اللي تاجر به للحبس، أنت اللي هو شنو عملت؟ هذا الحاجة اللي نحب نحط عليها خط أحمر. لي هو شنو عملته؟ السؤال تخرجوا من حالة الاستضعاف. فوالا انت تقولي ما هو فلان دخل الحبس 15 سنه، به متفاهمين، وطفل تلك الفتاه المعاقه شنو عملت لها؟ شنو زدتها؟ شنو الاليات اللي عطيتها لها باش تخرجها من المأساة اللي هي تعيش فيها؟ فقط إحاطة نفسية، هدى إحاطة نفسية، إحاطة جسدية، تقولي باش نرجعها للتعليم، ايه وشكون مش يديها ويجيبها ويصرف عليها ويشيلها الكتب؟ شكون باش يقول اللي انت كي رجعتها للمدرسه بعد شهر ما خرجتش؟ دقيقتين تقريبا يا استاذه، لكن فما راهو فما جرائم كبيره، فما مثلا فما راهو ملفات ما نحبش معناها راهو فما فما حقائق صادمه، راهي فما اطفال صغار يجي بوه يتاجر ويقدم بنته قربان لممارسه جنس مع شخص اخر، ولا معينه منزليه، ولا معينه منزليه، معناها معناها طفله تكون معناها عمرها 12 سنه و13 سنه. اليوم عشان وقت خلينا نسمع، احنا تكلمنا وما عطيناهاش الفرصه باش تكلم. سيده ميسون تفضل. مدام هدى، انا حبيت ان نزيد نوضح حويجه بالنسبه للوضعيات اللي هما في معناتها تعرضوا للتجار بالبشر، تعرضوا للاستغلال الاقتصادي، تعرضوا لهذا، معناتها احنا عندنا الامكانيه ان نحميهم في اطار انه ما يقع ايداعهم في مراكز مندمجه. راهو عديد الوضعيات اللي هي موجوده في المراكز المندمجه اللي راجعه بالنظر معناتها لوزارتنا، راهم كلهم وضعيات كانوا في وضعيه تهديد، والتهديد فيها ثمانية وضعيات، منهم وضعية الاستغلال الاقتصادي والاستغلال الجنسي وعدم القدرة على الرعاية والإحاطة. دونك وقت اللي المدة اللي قضيها غادي قداش عنده حق يقعد؟ المدة غير محددة، هو من ستة، القبول من ستة إلى 18 سنة يوم القبول، معناتها ما دام طفلا يمكن قبوله بمؤسسة المركز المندمج، لكن المدة معناتها يحددها وقت اللي يمكن إعادة إدماجه في المجتمع عبر مشروع حياة، عبر أنه يكون كمل دراسته أو كمل تكوينه أو انخرط في تشغيل أو تحسن الوضع العائلي والأسري بصفة عامة أو بالزواج. هذوما الوضعيات اللي يدمج منها، معناتها كيف ما ينجم يقعد شهر وشهرين، كيف ما ينجم يقعد أربعة وخمسة وعشر سنين. والحلول هذه ليش سمحني، معناها الحلول هذه الوضعية مختلفة، معناتها حالة بحالة أعطت نتائج. معناتها أستاذ شاهين نتوجه لك بسؤال، أعطت نتائج الحلول هذايا معناتها اليوم نقصت بالعدد نتاع الحالات اللي نشوفوا فيهم اليوم التجار بالأطفال في الشوارع نتاعنا؟ احنا المؤسسات هذه الهدف نتاعها هي الاحاطه بالاطفال، نحاولوا ان كل وضعيه ان ننتشروها نعتبروها نجاح،
صحيح ما هوش لي ستاتيك الكبار اللي معناتها نجمو نعطيهم، لكن كل وضعيه خرجناها من ما كانت عليه من صعوبات ومن اتجار ببشر او تسول او استغلال اقتصادي او استغلال جنسي او ما تابع، ونشلناها من الوضعيه هذيك، احنا في حد ذاته هذيك حمايه لها وحقنا لمصلحه الطفل. واضح. شكرا 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 جزيلا سيده ميسون احمد العفيس المندوب الجهوي للمراه والاسره والطفوله وكبار السن، يعطيك الصحه على كل الايضاحات اللي قدمتها. في 30 ثانيه استاذ. في 30 ثانيه انا امنيتي معناها من كل من يسمع للموضوع هذا، موضوع حارق، موضوع منها مو سهل، موضوع كبير، موضوع يهم الاطفال، رجائي كل رجاء بل بالحاح من جميع من له سلطة في البلاد هذه اللي يعمل حتى رقم أخضر، رقم لكل ما يشوف أي مواطن معناه يشوف اعتداء على طفل، يشوف يبلغ. عملية متاجر وكذا يبلغ بالرقم هذا، يقوم بدوره على خاطر ما أي إنسان فينا معناه يشوف معناها الجريمة كما نكمل نجمش يسكت، نعمله رقم الأخضر. الرقم الأخضر هذا يمشي للفرقة المختصة لمكافحة العنف ضد الطفل باش يدخل ويدخل مدعو حماية الطفولة بالقضاء. الطفولة هي مستقبل تونس، الطفولة هي مرآة اكتشفت تونس.